لا انا بس بجد بليز انزليتي ازاي؟ لا يا جماعة انا ما بقولش اسرار، وبعدين انا جبت لكم الولاد، كنتوا محتاجين شوية رجالة. يعني على اساس ايه؟ يعني ان انا شوية ازازة كده بتكسر؟ ارسي من فضلك، عشان بجد انت نرفزتني بقالك كتير. ليه؟ طب عندك مانع ابوس مراتي بالمرة عشان هي كانت هتقع؟ لا طبعا. كونه ارسي هقلب معاكي الوش السادس بقى. كونه بقى ابوس ايدك، خليني اقعد مع مراتي شويه. على فكره الفيلم بتاع تايتانيك ده خلينا سيفن بس عشان خاطر القط. بس مين القط ده اللي هو انتي؟ انا قط مش قطه. قط طنبايش قوي ان شاء الله اكتر كمان. متاكدين؟ ايوه خلينا سيفن بلس وارسي مش هيموت في الاخر. بوزيتيف بوزيتيف قوي كمان. اما نشوف. ضحكنا عليها. اوكي يا جميع، وبمناسبة اليوم السعيد ده ما نحتفل. لا مش هتحتفل. كسل. انت تاني؟ طب استنوا كده بقى، تعالي كده بس يا جسر. في ايه؟ تعالي بس. بص يا جسر، انا عاوز اتكلم كده معاكي على انتي. ايه في ايه؟ كان في راجل كده امور كده يحب يكلمك كده ويبديكي ديت. ايه ده بجد؟ ديت، ويفكر يمثل معاكي في حلقة روميو جولييت. رومانسي قوي بجد. انا كان نفسي اقعد مع راجل فعلا في وقت الايام دي. ايه القرف ده؟ فايه رايك؟ وعلى فكره هو وراكي. ايه في ايه؟ وراكي دلوقتي حالا. استهلي. حرام عليكي، ما تعالي هنا. هيا. سلام. برافو عليك يا بدمينيا. شفتوا بتتدرب اهو. انا اسفة اوي، انا اللي عملته بجد، ما كانش قصدي. انا ده مني، انا مسامحاكي. طب جماعة بلاش نعيط، ما نحتفل. اوي اوي ايه يا جماعة في ايه؟ افتكرت هنغني. لا كون انا افتكرتك بتحبي الغنى ولا بتحبيش. انا ماليش في الغنى، انا بألف غنى. عندي اغنية عشان خاطر ارتي. ايه هي؟ باكن رول. هتكلموا مين؟ كوكو.